تفسير حلم رؤية البطيخ في المنام. رؤية البطيخ بشكل عام في المنام له دلالات كثيرة. على سبيل المثال، من رأى البطيخ الأخضر فهو خير ورزق، وقد يدل على الزوجة والأولاد. البطيخ الكبير الحجم في المنام أفضل من الصغير، وسوف نوضح ذلك في هذا الفيديو. تفسير حلم أكل البطيخ الأحمر المقطع للعزباء. البطيخ في المنام إذا كان في وقته فهو خير ورزق، وفي غير وقته أحزان وهموم. فإذا رأت الفتاة العزباء في منامها أنها أكلت البطيخ أو رأته، فإن هذه الرؤية تبشر بخير وصحة جيدة وحياة رغدة. إذا كانت تعدت سن الزواج فهذه بشرى لها بزواجها قريبا. فإذا رأت بطيخة كبيرة خضراء دل ذلك على مركز الزوج ودرجته العالية في الدنيا واستقراره ماديا. تفسير حلم أكل البطيخ الأحمر الحلو للمتزوجة. رؤية أكل البطيخ الحلو في المنام يدل على المشاعر الجميلة والعاطفة، وقد يدل للحامل على الولد وعلى الفتاة وللفتاة على النضج أو سن الصبا. وأكله في وقته وقت شهور الصيف يدل على الأخبار السارة والمفرحة وعلى الحياة السعيدة. تفسير حلم أكل البطيخ الأحمر للحامل. رؤية أكل البطيخ الأحمر في وقته للحامل يدل على سهولة الولادة، وكذلك يدل على أن موعد الولادة قد أوشك على الاقتراب. كما أن هذه الرؤية للحامل تدل على أن المولود أنثى وسوف تتمتع بصحة جيدة. تفسير رؤية البطيخ الأخضر أو الأبيض في المنام. رؤية البطيخ الأخضر والأبيض في المنام تدل على الصحة الجيدة والوقاية من الأمراض الخبيثة. رؤية البطيخ الأصفر تدل على النساء وجمالهن وما يلبسن من حلي وأساور وأقراط وسلاسل. يدل كثرة البطيخ في المنزل على الأمراض والموت. كذلك إذا قام أحد الأشخاص في الرؤيا بإلقائه في ساحة المنزل أو البهو وأكل بذور البطيخ يدل على الابن العاق. ما هو تفسير حلم تقطيع البطيخ؟ من رأى في منامه أنه يقطع البطيخ فهذه الرؤيا تدل على الخير والرزق القادم من مال وزوجة وأولاد. فإن رأى شاب أنه يقطع البطيخ ويقوم برص البطيخ في أطباق بطريقة منظمة والناس يأكلون منها، فهذا دليل على الفرح والسرور وأن زواجه قد اقترب. كما أن هذه الرؤية للفتاة العزباء تبشر بالزوج القادم والحياة الرغدة الهانئة، وللمتزوج تدل على استقرار حياته الزوجية وسعادته مع زوجه مع زوجته عفوا، كما يدل للحامل على الولد. تفسير حلم شراء البطيخ. رؤية شراء البطيخ في المنام تدل على الشروع في الأعمال المؤجلة وبدء مشاريع جديدة. كما يدل شراء البطيخ من السوق على الزواج للعازب، وشراء البطيخ للغير هو سماع الأخبار السارة والمفرحة، كما تدل هذه الرؤية على الثراء. تفسير حلم أكل البطيخ الأحمر. رؤية البطيخ في المنام تدل على النجاة من الكرب والشفاء من الأمراض والوقاية منها. كما يدل البطيخ على الفرح والسرور، وهو جيد في منام المرأة عن الرجل، وفي أوانه خير وسعادة، وغير أوانه هم وحزن. حلمت أني آكل البطيخ وأنا عزباء. هذه الرؤية للعزباء تدل على اقتراب زواجها من رجل ثري، وأن الله سوف يرزقها بدون عناء رزق خالص.